شو؟ سمعت رح تنتقلوا؟ من وين جبت هالحكي هاد؟ شو يلي عم تقوله؟ والله انت يلي لازم تعرف. لا ما في هيك شي، بلا علاك فاضي. يعني والله ما لي عرفان، افرح ولا ازعل عليك، بس لا تتضايق، شينجلكوي حلو كتير. ايه؟ وبيتنا يلي هنيك كبير؟ شينجلكوي شو يا؟ انت شو عم تخبص؟ نحنا مو رايحين لأي مكان. امك ما خبرتك لسه؟ يا حرام، يمكن ما خبرتك بالقصة مشان ما تزعل. ماشي الحال، معناته انا رح قلها استأجرتوا عنا، بس اذا ما تأخرتوا بالأجار ما منحاكيكن، اما اذا تأخرتوا بتلاقيني على الباب. بعرف عم تحاولوا تعدوا ببلاش، بس خلص لا تزعل. لك انت عم تكذب يا شباب، مو عيب عليكن؟ بعدوا عن بعض، عيب تعملوا هيك بنص الشارع. يلا روح على بيتك يا قبضاي، وانت كمان يلا بلا ما تتقاتلوا هون. انا كيف بدي اقول لسارة روحي؟ ما رح تطلع معي. ابني؟ كنت شارد امي، ما انتبهت عليك. سليم؟ امي خلص والله رح حاكيها، لا تضغطي علي. لا ابني ما عاد في داعي، حكيت بالموضوع. اي موضوع امي؟ بس مو هيك كان الاتفاق. وشو صار؟ انا ولا انت شو بتفرق يعني؟ لبين ما تقرر انك تحكي ما عاد فينا نسكر تم الناس يلي عم يحكوا علينا برا. وفوق هيك سارة ما تضايقت من القصة ابدا، والواضح انه هي كمان متضايقة من هالوضع. صدقني هيك احسن ابني، هيك بتنتقل سارة بشكل اسرع من هون. خير شكرا خانوم. شو من وين طلعتين لموضوع نقلة سارة خانوم؟ شبك عثمان افندي، ليش بتعصب بسرعة؟ نحن ما عم نعمل شي غلط،